بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذا الفيديو ومجموعة من يمكن فيديوين أو ثلاثة ثانيات راح نتعرف إن شاء الله على نظام التصحيح الآلي اللي موجود في كلية الحاسب بجامعة الملك سعود. راح نعرف كيف يشتغل النظام هذا، وأبغاك كطالب تعرف وش فكرة النظام هذا، ليش النظام هذا موجود، وكيف تستخدم النظام هذا. أول شيء خلينا نتعرف بشكل سريع على نظام التصحيح الآلي. وش نظام التصحيح الآلي؟ وش المقصود يعني لما يقول لك إنه في مادة من المواد زي مادة 111 راح يكون فيه تصحيح آلي؟ وش معنى راح يكون في تصحيح آلي؟ وش راح يسوي هذا التصحيح الآلي؟ وش الأشياء اللي راح تصحح آليا؟ هذه هي الأسئلة اللي راح تكون موجودة في ذهنك. أول شيء خلينا نشوف وش معنى التصحيح الآلي، أو كيف النظام هذا بشكل سريع كيف يعمل. عندك هنا الجهاز اللي مثلا عندك في اللاب، زين يعني أنت تستخدم الجهاز هذا حتى تكتب في برامج مثلا بلغة الجافا في مادة 111، أو عندك اللابتوب الخاص فيك اللي معك تستخدمه حتى تكتب فيه، تحل فيه الواجبات في اللي تعطى لك في المادة. فكرة النظام بكل بساطة أنه هو عبارة عن سيستم موجود، نظام موجود عندنا في الكلية في السيرفرات حقت الكلية، والنظام يستقبل منك برامجك ويقوم بتصحيحها بشكل آلي. يعني أنت الآن في اللاب، زين، راح تكتب البرنامج مثلا في المحاضرة حقت اللاب، بعد كذا تكتبه باستخدام الإكليبس على جهاز الكمبيوتر اللي عندك في اللاب. لما تنتهي من البرنامج وتخلص وتشوف برنامجك شغال مضبوط وكل شيء، وخلاص أنت الآن يعني تحس إنه البرنامج تمام وزي المطلوب منك، تقوم ترسل البرنامج هذا، تسوي له سبميت، فيروح البرنامج إلى نظام التصحيح الآلي اللي موجود عندنا. نفس الشيء مثلا ممكن لما تجي تحل الواجب تجيب اللابتوب حقك، أو ممكن إنك تحله في اللاب في المعامل المفتوحة، تحل الواجب، تخلص منه، تكتبه في الإكليبس كأنك تكتب عادي، كأنه ما في نظام تصحيح. تكتب كامل البرنامج وتنفذ البرنامج، تأكد البرنامج ما في مشاكل، كل شيء ذا. بعد كذا ترسل البرنامج إلى نظام التصحيح الآلي ويصحح لك النظام. طبعا أنا عارف أنك يعني تتساءل كيف أرسل، هذا راح نشوف إن شاء الله في فيديو، بس أنا أبغاك تفهم الفكرة العامة وش اللي جالس يصير بالضبط. زين، اللي جالس يصير بالضبط أنك أنت تكتب برنامجك في اللاب او في اللابتوب حقك، بعد كذا ترسل البرنامج، تسوي سبميت من خلال الاكليبس للبرنامج، يروح عندنا في سيرفر اللي هو نظام التصحيح الالي، واسم النظام ويب كات اذا كنت تبغى تعرف اسم النظام، يروح للنظام هذا ويب كات. ويب كات هذا يقوم، او نظام التصحيح الالي يقوم يصحح لك برنامجك، وبعد كذا يعطيك درجة معينة من 100. طيب السؤال، ايش الاشياء اللي راح نصححها باستخدام نظام التصحيح الالي؟ طبعا في اشياء كثيره، في اول شيء جميع اللابس، جميع اللابات راح تتم من خلال اي لاب تدخل، لما تكتب اللاب وتنتهي منه كل شيء تحله، تسوي له سبميت البرنامج التصحيح الالي حتى تتعود على استخدام برنامج التصحيح الآلي في اللاب، ويساعدك المعيد في الحاجة هذه. أيضا الواجبات أو الأساينمنت راح تكون من خلال نظام التصحيح الآلي، وبرضه الهومركس أو الأساينمنت، وبرضه الاختبارات اللي في اللاب. زين، إذا اللاب إكزام وليس الاختبارات الشهرية، ولكن اللاب إكزامز راح تكون أيضا يتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الآلي. طبعا مهم جدا انك تتعود على النظام هذا، تعرف راح نشوف ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله كيف تستخدم النظام هذا، كنت تتعود عليه تشوف كيف تستخدمه، راح نشوف متطلبات اللي تحتاجها لنظام هذا. اهم شيء ابغى اعلمك هنا انه لا يمكن انك تستخدم النظام برا الكليه. انت عادي، انت ممكن تحل في لابتوب مثلا عندك واجب تبغى ترسله نظام التصحيح الالي هذا الويب كات، زين، انت ممكن تجي تحل الواجب في البيت في اللابتوب حقك، تتاكد انه ينفذ كل شيء في الاكليبس ذا، بعدين لما تجي ترسله نظام التصحيح الالي لازم تكون موجود في الكليه، اذا النظام ما يمكن الدخول له من برا الكليه. وش الغرض طبعا ليش الشيء هذا؟ حتى نحمي النظام طبعا، نواحي امنيه
نواحي الاختراق والأشياء هذه. وش الغرض من النظام؟ ليش النظام هذا؟ النظام هذا ما وضع عشان نعقد الطلاب، وإنما النظام وضع عشان تستفيدون الطلاب ويتعودون أنهم يكتبون برامج باستخدام الإكليبس، ويكون دقيق شوي في كتابة البرنامج، ويتعود أنه يستخدم الكمبيوتر، لأنه كثير من الطلاب يعني لاحظ الكلية وأعضاء التدريس أنه كثير من الطلاب أنه في البداية يكون يتعود يحل على ورق أكثر من أنه يحل على كمبيوتر، ولما يجي في مراحل متقدمة يبدأ يتعب ويرسب في مواد ويصير له مشاكل كثيرة، ويبدأ يقول يا ليتني كثرت الحل لما جيت درست المواد اللي في البداية هذه 111 و113، كثرت فيها الحل باستخدام الكمبيوتر عشان أتعود ولا أتورط لما تجي المواد هذه. فحنا حطينا لك النظام هذا حتى تتعود أنك تحل الواجبات، تحل كل شيء باستخدام الكمبيوتر، تعود تكتب البرامج باستخدام الكمبيوتر. كتابة البرنامج على ورق غير مفيد، في النهاية احنا نبغى نكتب برنامج عشان نعطيه الكمبيوتر ويقوم الكمبيوتر ينفذه لنا ويعطينا النتائج. فلازم نتعود على الحاجة هذه، وهذه هي المصلحة الرئيسية والأساسية للطالب، وهذا السبب الأساسي اللي وضعنا فيه النظام، حتى انه الطالب يستفيد، يتعود يستخدم الكمبيوتر. وإن شاء الله يعني تشوف الشيء هذا لما تجي في مراحل متقدمة وتدرس أمور متقدمة في البرمجة، راح تدرك أهمية وفائدة النظام هذا، أنه عودك على أنك تستخدم الكمبيوتر، عودك تستخدم إكليبس، تحل كل شيء في الإكليبس، تكون مستعد حتى أنك في المواد المتقدمة تكون متفرغ أنك تفكر في الأشياء المتقدمة في البرامج المتقدمة، وما يكون عندك مشكلة من ناحية استخدام الكمبيوتر أو كتابة البرامج باستخدام الكمبيوتر. في إن شاء الله في الدروس القادمة راح نشوف معلومات، راح نشوف تفصيل أكثر على شروط استخدام النظام هذا، وش تحتاج عشان تستخدم النظام هذا، كيف تستخدم النظام هذا، كيف تكتب برنامجك في الإكليبس وبعدين ترسل النظام هذا حتى يصححه، ولما النظام يصحح وش معنى التصحيح اللي راح تشوفه، وش معنى الدرجة اللي راح تاخذها، وليش النظام راح يعطيك درجة معينة، ما يعطيك مثلا 100%، ليش معطيك مثلا 50% أو 70% أو 90%، ما أعطاك 100%. راح نشوف الأشياء هذه كلها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.